يهم فاجعة الحوجز والتي يعني أصدرت السلطات المحلية بشأنها بلاغا أوليا، ستليه بلاغات ثانية بعد استكمال الأشغال المتعلقة بإزالة الأوحال والأطربة التي ارتفعت بحدود 20 متر. كانت واحد الفاجعة لغاية اليوم، ليست هناك أرقام محددة ودقيقة حول الضحايا و يعني المستوى، لأن الجهد لم ينتهي بعد على مستوى انتشال السيارة، سيارة نقل مزدوج، وأيضا الركاب المحتملين، وأيضا استئناف حركة السير على مستوى النقطة الكيلومترية 230 في الطريق الوطني رقم 7. والحادثة لأنه أمس في الأربعاء جرى إبلاغ السلطات المحلية من طرف أحد الأشخاص اللي كان في عين المكان، وعندما ارتفعت المياه ديال المجاري المائية وبعض الشعاب وأدت إلى حصول واحد السيول انجرفت معها كميات هائلة من الأطربة والأوحال، أدت إلى طمر سيارة للنقل المزدوج، بحيث أن العملية ديال الطمر مع تراكم الأوحال والأطربة وصلت لعشرين متر. ولهذا كما كنت يعني قبل المجيء للندوة الصحفية مع السيد الوزير المنتدب مكلف لدى السيد وزير الداخلية، أن العملية ديال الانتشال ما زالت، الإزالة ديال الأوحال والأطربة ما زالت متواصلة من أجل انتشال السيارة. معالي الوزير، هل الأمر يتعلق بطريق معبدة أم الأمر يتعلق بطريق جبلي كما كنسميوها بالدرجة المغربية بيست أو بيست؟ لا، هي طريق وطنية مصنفة. الطرق الوطنية المصنفة هي معبدة. الطريق الوطنية رقم 7 في النقطة الكيلومترية 230 على مستوى مجموعة من الدواوير وعلى مستوى دوار بعينه، يوجد بجماعة إيجوكاك بقيادة ثلاث نياقوب بدائرة أسني، بالضبط الاسم ديال الدوار دوار توك الخير. فوقع الحدث في هذا الطريق الوطنية رقم 7 النقطة الكيلومترية 230 لتدقيق، ويمكن العودة إلى البلاغ. والحالية ركينا تعبئة مصالح الوقاية المدنية، السلطات المحلية والأمنية وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والمأهل.